وسهلا. اهلا وسهلا. واليوم بدي احط بحط دائما الصرمية برا. قلت هذه بدي احكي عنها، بدي اخلي الصرمية معي. هالصرمية موجودة وين ما كان بأمة العرب، بتطلع بألمانيا وفيتي هون، وأنا اللي قبلها لبستها سنين، ما بعرف منين جبتها ومين عطاني إياها، بس لما رحت على دبي لقيت هاللون بدي إياه، وإن شاء الله بتشوفوني رح ألبس لون مثل الدالي لاما، هاللون يلي هلأ أكتر الناس شلونك عم بيجربوا يلبسوه، بيشبه كتير يلي عملها الحائط هون حتى اللون. هالصرمية منا رخيصة، هني غاليين، ما لقيتها هون ولا لقيتها بدبي. جاب لي إياها بشار اللي عندي إياها، قالوا لي صارت تزحطيك، لأنه ما عرفت إنه وقت اللي بتطلع من هون هيدي بتاخدها وبتلزقها. أعطيتها لليلى، قلت لها شوفي مين يس إجري على إجري وعطي إياها $40 بدون تا يلزقوها. رحت على المكتبة لقيت وحدة عم تشتري شيء بلزي، قلت لها لشو؟ قالت لي هيك هيك نفس الموديل وهيدا، وراحت تتصلحها أبعتها وحطيت هاي التلزيقة وحطتها على الأرض. قلت لها دعسية على شي راس حدا من هالحكي بتلزق أحلى. شوفوا قديش كتر السؤالات، قالوا له الدوران. وبعدين وقت اللي بتمشي ما حدا بيحس انه بدعسك لانه في باركي، لانه الارض هيك، لا ما تخلي حدا على الطريق يحس فيك ما كانك موجود ولا انت ولا عطرك. هلا عم بيحطروا بالعطر اسمه اودر ثيرابي، بنخبيها على الصرميه. فيك تمشي حافي، المسيح على الحافيين، ساعتها بتصير تعمل توازن بالجسم. يا الله هون في شوكي، هون في هيك، شكت الشوكي مره للملك، قال لي انا ملك وعم بتشكيني؟ قالت اذا انت ما بدي احبك مين بدي احب؟ كثير حلوين قصص هودي اهل الذكر اهل الصفا. فاذا لا بعطرك ولا بريحتك ولا بنفسك. قال له توم طيب كثير بس انه ريحته عاطله. طيب بس ما في اكل عند الارمن، امي ما في طبخه الا ما بيحطوا فيها توم وكزبره. بس من بعدها ما تحط علكه، ما تحطوا هي لأني حقي كلتوه، حطوا ورقة نعنع، ورقة حبق، ريحان، كلها. هلأ إذا بتفرك تحط توت بتمك بيطلع التوت بكل الجسم وما إله ريحة. إذا بتحط توم طلعت الريحة، مش بس ريحة الباط بالعرق. فإذا فات التوم على كل جسمي، فات الأكل على كل جسمي، عندي سرطان هون طلع من هون، حكي من هون، بس هو بكل جسمي. أنا جسد، هل أنا يلي هي جسدياً، بس أنا الكونية اللي فيك وفيه أنا، نحن السجود الساجد الشاهد المشهود الوجود، أنا نحن. فإذا كل واحد منا أنت السائل وأنت المسؤول على هالجسم، انتبه شو بتاكل. ما بقى اكل توم قد قبل ابدا، يمكن قليل هيك شي مره بالشهر. قلت لها الليله لا بقى تحطي توم. هلا في ناس ما بياكلوا بصل، المثل بيقول الارض بتوصل لك كل من بصله. البصله مثل ما هي لايرز، طبقات طبقات طبقات، نعم النوايا هيك طبقات طبقات طبقات. هلا اللي ما بينام المخده بصلة، الكبير بيعرف، بس الولد مامي ليش هيدي محطوطة هون؟ بصل أخضر بس تقبعوه، هودي الشلوش الشعر والسلطة. ماما أشو هي؟ قولك لاقوا كذبة يعني هلأ تني وقفت على هالكذبة؟ فوق السبعة قولي له إياها شو هي وفسري له، احضروا دايت فور نيو أمريكا، هول فود، هول اند هولي، نزع القشور خطو الى القبور. يا حبيب قلبي كيف قلت يا محمد؟ احمد محمد الاسلام برا قوي كثير بشكل، يعني بدي اخذ فرصه شهر وروح اقعد له، انا حره فيلتي شايف بدي فلتي وفيلتي، بس بدي اروح انا ومنصور او انا وبشار وهيك تسكروا بس يحكوا
الله محمد علي، المهدي سيعود المسيح وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، مش ليدينا يعني، تعلمنا تذكرنا على طول، في مرشدين على طول، في مهدي لحوي جوا. بس وحدة ضعيفة بحبكم شوي مع الجماعة من وقت لوقت، كيف أنتوا بتشرجوا التليفونات هيك أنا بشرج، أوقات بشرج تمي كمان، بس هلأ ما بقى فيه، بشكركم. راح السكر، كنت دايما بدي أكل شوكولا وهيك. نعم نتعلم نعمل شوكولا، ما بتصدقوا، أنا مرة جبتها للشباب هون وكلهم ما حدا صدق إن منها شوكولا. هون تنعمل عندك بالبيت، بتجيب كاكاو يلي هو ما في مواد كذا وكذا، والباقي كله من البيت، ولا ما زال في كاكاو، والباقي نحط أدوية ونحط سم ونحط هيك، وخبز الماما بالبيت، من الحيط للحيط، من الحيط للحيط، بفوت على البيت، ما بضل قاعدة على الحيط. مين عمر سور الصين؟ قليلي هاي سورة، أي بكل سورة بتشيل سور الصين. قال له بدي مصاري حتى عمر سور بيني وبين، قال له حط العدل وبتشيل الأسوار كلها. فإذا نشيلوا الظلم خلاص. هلأ رح نشوفه، وبحبهم أنا كثير، بحط هيك صور. قال له لا تحدثني كثير عن الدين، ولكن دعني أرى الدين في سلوكك وأخلاقك ومعاملتك. الدين معاملة. قلت له show me love، انتشر هالفيلم بأمريكا وقتها كلنا نفوت ونطلع، حشت لي عن الحب، فرجيني الحب، مش جيب لي وردة أنا وطيبة، جيب أنا وميتة، حط لي، صحيح أنا ببيع ورد بس بحب حدا يجيب لي وردة. شو حلوة، شو عملتوا بهالصدقات وبالزكاة بكل رمضان؟ بستحق لكم مين تصدق لهالحضرة اللي عم بعملها. بس أنا بعمل الناس بأخلاقك مش بأخلاقنا. نعم الحروب يفعلها الأغنياء ويموت فيها الفقراء. حلوة كتير. بس الفقراء اللي ماتوا بهالسبب هني أحياء. قال مررت بدير في رهبة، قلت له هل هذا مكان طاهر تصلي؟ قالت له طهر قلبك وصلي حيث ما شئت. طهر قلبك ولا تصلي، ما بقطع صوم تصوم، ما بقطع صلاة تصلي، هي أحلى. الرضا والتسليم نهاية العلم والتعليم. ما زال قلبك إن لم تعودوا كالأطفال، شو عم تصلي يعني؟ ما في ثلاث أخوة، ليش ما حطيت لنا علامة بالدين؟ بس ترجعوا هني ورايحين في شجرة، هيدا لبطة، هيدا دفشة، انطروني الصغير، ضل يجرى 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 حتى على هيك على الحفة، طلع من ورا الحفة الأستاذ، قال له أنت نجحت بالدين، أخوتك سقط. الدين معاملة ولا خيي؟ قبل كل هالديانات شو كان فيه؟ أنا هون فاتحة حسابي. يا حبيب قلبي انتو كمان وانا مثلكم، حين كنا اطفال وقرانا للمره الاولى سوره الكهف عصر قلوبنا قول الرجل الصالح لموسى عليه السلام هذا فراق بيني وبينك. انا مثلكم كمان وقت اللي قريتها كنت بلندن وصرت اشتري هالكتاب واعطيه للناس ويقولوا لي مريم this is قران، معنى عبده من العراق، بدي صدق الاجانب او بدي صدق عبده؟ عبده في شيء اسمه سوره الكهف بالقران؟ اللي شو قلت سورة الكهف؟ يقول لي لا ما في، في شيء اسمه الخضر وهيك، شو بدك فيه؟ وانا اللي ما كان يحكيني بعث لي مصاري، خي من اخوتي $1000 اشتريت هالكتاب، يلا اخذني المعلم عند ليدي ديانا كانت واقعه انا وطالعه، قال لي اعطيتيها الكتاب؟ قلت له، قال لي هي ملكه انجلترا راحتكم وهذا القران اللي اعطيتيه. انا قلت لو بموت اجى الجواب، الله احل عبده. مش قلت له اتس مانت تو بي، ليش انا تجيبني يعني؟ حطيت لها لزقت اللي منعرف أو عركبتها. إجا الأمير تشارلز بعد كم يوم شايفة رجعت تركب على الفرس وكانت واقعة وما بدها دواء. قال لي هيدا الهيل كلينيك رح يكون إليك، هيدا الإسلام اللي بدنا إياه. وإجي كل الكتب اشتريتهم وبعثت لنا إياه. فإذا أنت عمال منيح بس وشوف do what you love money will follow. من أجمل دروس الحياة ليس وحيداً من كان له أحباب في الله، وليس مهموماً من كان لسانه رطباً بذكر الله، وليس حزيناً من كان قلبه مطمئناً بما عند الله، وليس قاسياً قلبه من بكت عيناه من الذنوب خوفاً ومحبة لله. كن لله ومع الله وتجد ما تتمناه.
يلي قاعد مع الله ما بده عبد الله، اللي قاعد مع الواحد الأحد ما بده أحد. أنت ما هو أصلاً كلنا إنا لله وإنا إليه راجعون ونفخ الله من روحه فينا، كلنا عايشين بهالملكية ومملك ومدري شو مالك الملك، كلنا عائلة ملكية. لا بدك ألقاب ولا بدك ثروة ولا شيء، رح يثروا فيك. ما في فرق بيني وبينك، وقت اللي قال له إياها شرح حلو كتير لفراق، إنه ما بقى في فرق بيني وبينك، بس هيدا سر بدي أعطيك إياه، لأنه هالولاد هيدا بتعرفوا خبينيهم بعدين بيورثون وهيك هيك ونبني هون، هيدي أسرار بتقدر تحطها أنت شكل اللي بدها. هي مهضومة يعني، طلبتوها مني وبرجع بحطها ولو مليون مرة. تيتا حبت الدجاجة، أكيد بدي أحط الدجاجة. إجي على محل الدجاجة، رجال معه دجاجة مدبوحة، مدبوحة الدجاجة، قال له قطع لي إياها وبيجي باخذها. قال له خلي لي إياها هون هلا أنا راجي. بعد ربع ساعة إجا، وين الدجاجة؟ قال له صاحب الدجاجة ما اتفقنا إنه عندك دجاجة بدك تعطيني إياها؟ قال له يا خيي مدري كيف طارت الدجاجة؟ قال له هلا عم تقول لي إنها طارت الدجاجة؟ وبدنا نروح أنا وياك عند القاضي. لأنه مرق القاضي بهالوقت وأخذ الدجاجة. قال له قال له إنه طارت الدجاجة وتعال عندي. يا الله اسمع ما أقوله. قال له لك اسمع لك مذبوحة وهيك وهيك، كيف طارت؟ قال له ولا يحيي العظام وهي رميم. ما أنت مسلم؟ ما بتآمن هيك؟ قال له يا خيي مش بس هيك، تعال خبرك شو صار. راح عند القاضي والقاضي شافهم عم بيتقاتلوا هيدا وهي، قام بده يسويهم مدري شو هيدا صاحب المحل. بيقوم صاحب المحل مدري شو بيعمل هيك، بيفقر له عينه لواحد. يا الله بيهرب صاحب المحل تيقعد على سطح، بيقع عن السطح، في رجال قاعد تحت بيقع عليه بيموت الرجال. يا عمي بالاول كانت القصه بالدجاجه، صارت القصه بالدجاجه وقورت عين الزلمه ومات الزلمه. قوم قوم يا خيي هلا تنشوف شو بده يقول القاضي. مشوا لهم. ذهبوا الى القاضي، فلما راه القاضي ضحك لانه عارف هذا قصه الدجاجه، بس مش عارف انه في ثلاث قضايا، سرقه الدجاجه وفقع عين اليهودي وقتل الشاب. عندما علم القاضي امسك راسه وجلس يفكر. القاضي قال خلونا ناخذ القضايا وحده وحده. المهم تعي صاحب الدجاجه، ماذا تقول في دعواك على صاحب محل الدجاج؟ انت صاحب الدجاجه. قال له يا قاضي سرق دجاجتي وانا اعطيته اياها وهي ميته وقال انه طارت. كيف هيك؟ قال له القاضي هل تؤمن بالله؟ نعم. يحيي العظام وهي رميم؟ نعم. فاذا خلص هيدي اول وحده حليناها، جيبوا المدعي الثاني. اجى جابوا اليهودي وقالوا هيدا يا قاضي فقع عين صاحب المحل، فقع له عينه، اريد ان افقع عينه مثل ما فقع عين بيي. فجلس القاضي يفكر، ثم قال القاضي لليهودي نحن عندنا دية المسلم للكافر النصف الثاني، يعني بدي افقع لك عينك الثانية تا انت تفقع عين واحد مسلم. قال له هيك؟ قال له ايه نحن كل واحد كافر عنا بيفقع لي عيني بدي افقع لك عينك. قال له خلاص انا اتنازل ما عاد اريد شيء. فقال القاضي اعطوني القضية الثالثة. جاء ابن الرجل العجوز يلي توفى، يا قاضي هذا الرجل قفز على ابوي وقتله. فكر القاضي وقال خلاص خلاص روحوا عند المنارة وطلع انت فوق المنارة وتقفز على صاحب محل الدجاج. فقال الولد للقاضي طيب إذا تحرك يمينا أو يسارا يمكن أموت أنا. قال له القاضي وهذه هي مشكلتك مش مشكلتي، أبوك ليش ما تحرك وقت اللي زت حاله الزلمة؟ فإذا قال له دخيلك أنا كمان مسامحه. القاضي قال له مين بتعرف المحامي؟ قال له المحامي القوي يلي بيعرف القاضي يلي حربوه مثل الهيدا، مش المهم المحامي يعرف محامي، احترامي للحرامي صاحب المجد العصامي، هيدا القاضي حربوه على لبنان عملها يعني دبر حاله، مين بيدفع؟ ماني توك ستيوبيد ووكس، وهيدا القاضي عنده هي وعنده هي وعنده، بصير يدفعوا لبعضهم. لو حذفنا نقطة حرف من القاضي هو قاضي بصير القاضي فاضي. كلنا عنا هاللعبة وكلنا بنمزح هالمزحة، خصوصا اللبناني بس بيطلع لبرا بيبقى شاطر كتير لأنه ربينا على هيدا حربوق، هيدا بنقول عنه بندوق، هيدا بيعملها طب من بالك، طب من بالك لبناني خي هيدا. كلنا عنا هال. كان أحد حكماء الهندوس في زيارة لنهر الجانج، كلهم بيروح بيتحمموا بهالنهر. عندما رأى
على ضفتيه مجموعة أفراد، واحد من هون واحد من هون، بيصرخ لهيديك وهيديك بيصرخ لهي، يعني ليه عم يصرخوا لبعضهم؟ ليش ما بيقدروا يقعدوا حق بعضهم؟ ليش ما نصرخ نحن؟ صار يفكر الحكيم، التفت مبتسما عنده تلميذه وقال له ليش بترتفع أصواتنا بس نغضب؟ فكروا هيك، واحد جيب عنده جواب، قال له لأن ما بيعود عندنا هدوء بتصير تعلى أصواتنا. رد عليه الحكيم متسائلا، ولكن لما عليك أن تصرخ في حين أن الشخص الآخر بجانبك تماما؟ يمكنك أن تخبره ما تريد بطريقة أفضل. ليش بنصرخ حتى اللي قاعدين حد بعضنا؟ حتى اللي وحدهم هلا على التليفون بتلاقيهم عم بيصرخوا، بطلع انا على البلكون دخيلكم بالليل بس تصير الساعة 12 بنسكت. شو هالازعاج؟ لأنه البيوت بطلت بيتون، صارت رمل رميل مدري شو، شيء من كرتون. أعطى بعض تلامذته إجابات غيرها الأخرى، ولكن أحدا منهم لم يقنع الباقيين أبدا. قام الحكيم هالإنسان الولي اللي عنده حكمة، عندما يغضب شخصين من بعضكما البعض يتباعد قلبيهما كثيرا، وحتى يستطيعان تغطية كل تلك المسافة ليسمع كل منها للآخر، عليه أن يرفعا من صوتهما. كلما تزايد غضبهما أكثر وأكثر، كلما احتاجا إلى أن يرفعا صوتهما. وقت اللي ببطل في عنا محبة بين بعضنا، عنا بغض، عنا غضب، ما بقى في محبة بالقلب، بدنا نرفع صوتنا. عيطت لك ليه ما بتجي؟ بتكون مرته بتاني اوضه يعني. هلا بيجي قلت لك انا طالع عند الجيران. كل خمس دقائق حرك الطنجره. او كل نص ساعه، انا وين برجع؟ بتقعد ساعات. ما بقى فيها الالفه. صار في خلفه. كنا ايام الخلفاء يا امير المؤمنين، ما في مؤمن. كلما احتاجا إلى أن يرفع صوتهما أعلى فأعلى تغطوا هالمسافة العظيمة يلي ما بقت موجودة بين الأم وولدها، بين البي وولاده، بين الأصحاب، بين رجال العلم ورجال الدين. كل المفسرون هم المفسدون في الأرض، كل واحد بيعمل فتوى على ذوقه، بفسر على ذوقه. وهيدا كلنا إنسان عدو ما يجهل يا أخوتي. لازم نرجع إلى الكتاب خير جليس وعندك إيه، ولازم نرجع نقرأ ونفهم ما بين السطور مش ما بين الصدور. عندما يحبان بعضهما البعض ما الذي يحدث؟ يتهامسان حينها، فلقد اقتربا أكثر وأكثر، وفي النهاية لن يكون هناك حاجة للحديث، بس يتطلعوا بغمزة عين برمشة خلاص، صاروا بيفهموا على بعضهم. مثل اللي قال له مرتك مع ألزهايمر وبعدك كل يوم تروح لعندها، ما بتعرفك. قال له هي ما بتعرفني بس أنا بعرفها. بصير هالعلاقة بين الرجل والمرأة، بين الأصحاب وبين الأحباب، مثل العلاقة بين الأولاد. بيبنوا بيت من رمل وبيروح على البيت وبيبكوا، بتنزل مخططهم وبياكلوها وبيعملوا بيبي وكاكاتعتهم وما فرقي، بيرجع بيعمروا بيت تاني وبينبسطوا بأول بيت وبتاني بيت. نعم، نظر الحكيم إلى تلامذته وقال عندما تختلفون على أمر ما، عندما تتناقشون أو تتجادلون، ما تخلوا قلوبكم تتباعد، لا تتفوهوا بكلمات تبعدكم عن بعضكم البعض أكثر، وإلا فأنه سيأتي ذلك اليوم الذي يتسع فيه تلك المسافة بينكم إلى درجة التي لا تستطيع بعدها أن تجدوا طريقا للعودة. بدنا إلى العبادة، كل عمل عبادة، كل نفس عبادة مش إبادة. وين صرنا؟ هيك عم نقتل بعضنا، أخوة عم تقتل بعضها. وين أكثر شيء؟ بالعالم العربي. شو السبب؟ إذا عرفت السبب راح العجب. لحو السبب بالقلب، أنت السائل وأنت المسؤول. وإذا صدق السائل هلك المسؤول. شو يعني هلك؟ يعني داب. أهلا هلك ومستهلك. قليلة هي طلع البدر علينا، نورت وشرفت المدينة. حدا تعذب مثلهم؟ حدا تعذب مثل أهل البيت؟ حدا تعذب مثل الحلاج؟
طعني له اجره. بشكركم، اول مره بتوضى بالدم، اول مره بتوضى بلسانه. قطعوا له راسه، لانه قال لهم الهكم تحت اجري، نبشوا تحت اجره، حاطي الدنانير درهم ودولار ودينار، وقبلتكم نسائكم، شيلوا هالكبد، مش لحق على ورقة التوت، انتبهوا، لا ورقة التوت ولا ورقة التفاحة، شو هالسفاهة والتفاهة. نعم، أنا رح أحط الورقة وبقرأ لكم إياها وأنتوا بتشوفوا، ولحي الورقة معي، اطلبوا وتمنوا، كلنا بالأمر والخدمة، خصوصي اللي بتبعتون. هيدا جبران، جبران خليل جبران، درس بمدرسة زرادشت وكتب بالإنجليزي، وزرادشت يعني هو مدرسة العرفان الإمام علي، حقق الله خلق علي، ما بتعرفوها يلي بتعرفوها من أولى. راحت هيك بنت شرمانت لبنانية عسورية، يا الله تعطلت السيارة مش بعمل، دقت على الباب، فتح لها هيك رجال شافها كبير بالعمر شايخه هيك، قالت له مسيو سيلفو بلاي، يعني اذا بتريد يعني تعطلت السيارة عندي، على تكرمي جيب معه. كلمت يا عذرة يا عذرة، قالت له مسيو بس بدي اسألك، يعني اسمك علي وبتقول يا عذرة، هلا بدك فيق علي عاد ولاب سيارة، يعني انه مهضومين، كيف بتلاقوا هيك الناس بتقول النكتة؟ كلنا فينا نقولها وتكون مهضومة بصغرته وبزحلة، يا لطيف. أهل الجنوب أهل الشمال ما بيفهموا مع بعضهم، خلي تطلع النكتة من قلبك ومهضومة. هلأ هيدا جبران هو يلي بمدرسة زرادشت وكتب كتاب النبي، ومنعوها الكتاب، هلأ ما فيك تمنعه ولا كتاب أوباما، خلاص إذا أنت الحاكي، ولا أوباما، أب، أم، براك، بركة، منك مسلم مسيحي أسود أبيض وما خلقت بأمريكا. هلأ هون هون يقول لك الوالد أنت عقوق إذا كنت لا تفعل مثلي، ويقول لك الكاهن أنت كافر إذا كنت لا تصلي مثل صلاتي، وتقول لك المحكمة أنت مجرم إذا كنت لا تتبع شرائعي فتجيبهم، ولماذا؟ فيقولون لك لأن جميع الناس يفعلون ذلك، فتصرخ وأنا من بد ما تصرخ متوجعا، ولكن جميع الناس تعساء وأنا ما بدي أكون تعيس أن أكون سعيدا، فيقولون لك كن مثل كل الناس لأنك لست أفضل منهم، وهكذا يظل الناس عائشين وأشباح جدودهم حية في أجسادهم. كون إيرابل، تمرد، ما تسمع لا لأمك ولا لبيك ولا للشيخ ولا لأخوري ولا حدا، استفتي قلبك، ما تسمع لحدا أبدا، يلي مع الواحد الأحد ما بده حدا، لأنه كل مدارسنا نعم، مين عم بيعلمك تاخد شهادة؟ الـFDA ما بدهم. أنا وقت اللي صارت من كم يوم وصفتوها يمكن من كم جمعة ما بعرف، صارت في هزة بإسرائيل، يعني حزنت على الأطفال على الأولاد وهيك، بس تذكرت وقت اللي قال الحبيب الشيطان ما رح يحكم 20 سنة، ميتشو كوشي قال بالتفصيل 2020 no divinity no unity anymore. فإذا وين رايحين هلأ؟ إذا نحن اثنين بالستوديو وين رايحين؟ نحن اثنين بس مش اثنين، قال له وقت كان بغار من غار حراء اجى لغار الثور، ومين؟ ابو بكر، يعني حدا حبه مثل ابو بكر؟ خاف، قال له لا تخاف يا ابو بكر نحن مش اثنين، يلي جمعنا هو اللي حمينا، واجت العنكبوته اضعف المخلوقات وخيمت على اقوى المخلوقات، واجت الحمامه وباضت. انا عندي اكثر من 10 عصافير بالبيت على البلكونات، وشايل الباب وبحط لهم مي واكل، وبيجوا الدنيا بصير ياكلون وهي، بس ما على شيء. هون بيجي العصفور، وهون بتجي الحمامه وبتبيض، وهون بيجي. ليش بدك تسكر عليهم؟ اتركهم يغنوا،
اسمه عصفور وازو، مرأة، مرآة، امرأة. في كلمات كتير بتعبر عن صوتنا. هلأ ليكوا هيدي الصورة كمان. إن الله سبحانه فرض في أموال الأغنياء، في أموال الأغنياء لحي أقوى الفقراء، فما جاع فقير إلا بما منع غني، والله سائلهم عن ذلك. ليش في فقراء ولو على القليل أكل؟ ليش هالجوعان؟ بسبب مين؟ أنت المليارديرات اللي عندك اخذون معك على القبر، بك تتحاسب عليهم كلهم، احضروا فيلم فلات لاينر. ما عم بقول لك روح شحدهم اعطيهم مصاري، ولا عم بقول لك انه اعطيهم سمكه كل يوم، علمهم يتصيدوا. تتذكروا وقت اللي ماشي المسيح معه بطرس وبولس وهيك، قال له بدي اعلمك تتصيد الالوهيه مش الله، هالالوهيه اللي فيك. شو اجى واحد بطرس واحد منهم مات بيك، قال له بروح بدفن بيي بس 3 أيام مراسيم الدفن يعني وهيك. قال له دع الاموات يدفنون بعضهم البعض. ساكنه قلبي هالكلمه اللي قالها المسيح، والتاني والاولي والتاني والاثنين مثل بعضهم ساكنين قلبي. نعم. ايها الحق لم تترك لي صديق، يا حبيب قلبي الدشت ألمت قالها. والحبيب قال قابض على الجمر، يا حبيب قلبي لو ما عايشه قالها. وكلنا إن شاء الله نكون قابضين على الجمر، هيدا هو الفجر وطاقة الفجر.